65%. هذا انجاز لان كما كنعرفوا راه كنا 45 30% 50% الدعم كيمشي على حساب المداخل اللي عندها في الجامعه ومقارنه الدعم شهر 9 كان تصيفط لكم الدعم اخر دعم كان 10% باش كنا 60 كنا حنا كمداخل هنا حققنا 65% على هذا كنمشيو بالتوازن يعني غنحطوا المداخل ديالنا 100% غنحطوا الدعم ديال المقاطعات 100% كذلك. اسمح لي واحد خلينا نرحب الاسلام الميزانية سيدي رئيس ديال المقاطعة إلا دخلت الجامعة إلا دخلت لها واحد الميزانية ما فيها باس إلا تخصص المنح ديال المقاطعة تعطي لهم باقة وحدة باش تهز عليها العبء على الجامعة. فهمتي؟ شوف حنا المنحة ديالنا كاملة سيدي الرئيس كان هزوا واحد العبء كبير وأنت ديك الساعة سيدي الرئيس لك كل الاختيار. كنمشيو بالتوازن اللي كيدخلنا كنحطوها بالنسبة كيمشي للمقاطعات وهذا غنحطو 100% المقاطعة إن شاء الله تحقق الساعة تقريبا 100% بالنسبة ديالكم 10% بالميزانية. هذا مصلحة المدينة هذه الله يرحمها. هذا اللي مصلحة المدينة الله يرحمها. شوف اسمع عليك طنجة كبيرة طنجة كبيرة كتحضر اهتمام سيدنا ما يمكنش سيدي رئيس طنجة قد هنا تبارك الله تجتمعوا عليها العام كاين ما تدخلوها 4 مرات اجتماعات رئيس ماراثونية ونص نص. اسمح لي سيدي رئيس شكرا. اليوم نحن ندبر أزمة مالية ما عندناش ميزانية، ميزانية هي عنوان عريض. نحن ندبر أزمة ميزانية جماعة طنجة وهذا القول يمرره التراكم واحد الكرونولوجيا لدراسة الميزانية عبر المجالس المتعاقبة على هذه الجماعة منذ 2003 إلى اليوم كان كل مجلس يدبر أزمة مالية. تشكل 82% منا هي عبارة عن نفقات إجبارية. النفقات الإجبارية شكون؟ المذكرة الميزانية التوجيهية قالت لك ضروري خصك تعمل على الأداءات ديال النفقات الإجبارية. على مدة جيدة. السيد المستشار المحترم اولا اعتذر لانه شو ما كاينش سؤالية لا ماشي ما كاينش سؤالية السيد المستشار. لا يعقل ان مدينة طنجة منتجة الديرية ثاني منتج للديرية في المغرب بعد تربيط مساهمة بشكل كبير في الدير الناتج الداخلي الخام كتعطيني 15%. نجيو نتيبو الراية قدامنا باش نكونوا واضحين كتعطيها 30% بما يعادل 137 مليون درهم كتعطي تليفون 13 مليار وتجي لطنجة كتعطيني 15 مليار. النصاب ما كيتكملكش السيد الرئيس التليفونات كاين الاغلبيه ديالك كيعيطوا على برا ما تدخلوش كيجيو هما الولا. هذا من جانب. هالجانب الاول حنا واضحين حنا في المعارضه واضحين. انا موقع في المعارضه ما عمري نطلب منك قلت لي جبت لي كادو كذا قلت لك انا ما كنشبرش كادو كتعرف تجي المؤسسه في المواطن تجي ما كنشبر حتى حاجه. انا متموقع ودافع عن السكينه هذا هو الموقع ديالي انا حاليا وعمق ندافع عليه. سيد الرئيس الميزانيه بالنسبه للميزانيه قررت من رفع السقف المداخل هاد الاخوان تشوفوا فينا الله يجازيكم بخير ما تكلمش واحد تخلقوا لنا شي افكار ديالنا باش عاد تكونوا ديالنا هذا الواقع وعاد فتونا خلينا نخلصوا في الموضوع. ولكن للاسف الشديد لما اطلعت على المداخيل تبين لي بجرأة وبموضوعية بأن السيد الرئيس لولا الدعم السيد الوالي والوقوف بجانبكم والله العظيم ما كنت تقدموا الى الامام ولا قيد الملا. بالنسبه للعمل السيد الوالي راه كيمثل انا قلتها سابقا وباقي كنكرر راه 99.99% ديال العمل ديالو اما الجماعه باقا ما قدمت والو ولا عندكم شي تقديم حتى تحدوني عطيوني شنو عندكم. هذا من الجانب. بالنسبه للحصيله السنويه تدبير الشان المحلي بالنسبه للمجلس الجماعي لا تبشر بالخير وانها حصيله عقيمه وفاقد شيء لا يعطيه. هذه بالنسبه اللي كنشوفوا حاليا. بالنسبه لهذا المجلس ماشي عادي يجي يعطينا الخطابات ترن لنا او يجي يعطينا الخطاب الاثنا عشري غيلا كيتدخل كيعطي بعض مسائل الخطابات الجعفريه والزيديه. خصو يعطينا حلول ناجعه
ويجب عليه أن يتدبر الوسائل والميكانيزمات الموصلة إلى حل الأزمة داخل مدينة طنجة. كاين أزمة على صعيد مدينة طنجة، العشوائي وصل إلى المدينة صاحب الجلالة صلى الله، مدينة محمد السادس اللي هي 800 مليار دولار، اللي غادي تكون مدينة عندها واحد القطب عالمي وأنها سنغافورة إفريقيا، راه كاملة عشوائية. المجلس لا يفتقر إلى الكفاءات والأطر. الحلف الثلاثي الهجين هيكلة وشرعنة واحد المجموعة المستشارين اللي ما عندهمش الكفاءة باش يزيدوا القدام، ودابا اللي كيأكد هذه هو أن كاين تصدعات تشققات وصراعات داخل الأغلبية وعنده الأغلبية، راه كاملين ما كيكملوا الدورة، ما تكملتش مرة أخرى، تكمل السيد الوالي. ومين كنجيو نشوفوا حنايا العمل ديالهم و 99.99% لا شيء. هاد الناس هادو بصراحة خصهم يخرجوا ويقدموا الاستقالة ويقولوا حنا فشلنا. هذه هي اللي كاين. أنا بالنسبة لي كسياسي أنا لا يشرفني أن أكون أو أدعم هذا المجلس، هذا المجلس عقيم وضعيف ولا يمكن أن يتقدم إلى الأمام قيد أنمولة، وشكراً.